بهمك تكون طبيب الأسنان الأفضل؟ هاي رسالة موجهة لأطباء وطبيبات الأسنان. إذا كنت مهتم تابعني في الدقائق القادمة. في كليات طب الأسنان تعلمنا كيف نعالج أمراض الفم والأسنان، ولكن ما تعلمنا كيف نكون أطباء متميزين في أعين مراجعينا، أو كيف ممكن إني أوجد عمل لنفسي في عيادة أو مركز أسنان حتى يصبح عندي أصلاً مراجعين. ما هي العوامل اللي بتمكنني من جذب مراجعين جدد؟ كيف بإمكاني إني أقنع المراجع بأسعار أنا بشوفها عادلة جداً مقابل الخدمات اللي بقدمها؟ وأخيراً، كيف تبقى طبيب الأسنان الأفضل في أعين مراجعك؟ معي أنا الدكتور أحمد سليمان أبو عيشة، بخبرة تتجاوز 25 سنة في التعامل مع جميع أنواع المراجعين، اللي تمكنت بفضل الله على أني أكسب ثقة معظمهم. حنتعلم مهارات وخبرات جديدة تمكننا من أن نصبح أطباء الأسنان الأفضل في أعين مراجعين.